تم الاستيلاء على النقطة القوية القنطرة واحد. النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري، سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. معركة الاستيلاء على النقط القوية رقم 2 و 3 التي ستبدأ ساعة 1600. هنا غرفة عمليات حرب القوات المسلحة المصرية، من هنا أديرت حرب أكتوبر 1973. وهذه هي ربما المرة الأولى التي تذاع فيها مقاطع مصورة ومتلفزة بعد 50 سنة من الحرب. الخطوات داخل هذا المكان وعلى سلالمه التي توصل إلى نقطة بعيدة تحت الأرض بعشرات الأمتار، شاهد عيان تاريخي على لحظة فاصلة من عمر البلاد، لحظة قطع فيها رئيس الدولة وكبار قادة القوات المسلحة خطاهم لإدارة المشهد العسكري الأبرز والأعظم والأعقد في آن معا، مشهد عبور أكتوبر العظيم. في الناحية الأخرى من هذه الواجهات الزجاجية، جنود وضباط، رصدة وكتبة، يدونون الإحداثيات. مشاعر سيادتك وانت بتنزل هذا المكان بعد 50 سنة من أول مرة، عاملة ازاي بالظبط؟ أنا مش مصدق. بعدين وأنا نازل السلم ونازل، يعني شعور غريب غريب. هنا اتحبسنا شهر، قعدنا ما شفناش النور بعد شهر، ما كناش عارفين بره بيحصل ايه. حضرتك النهارده وانت بتنزل المقر بعد 50 سنة من مسؤوليه تامينه، بتستكشفه مره اخرى وعمالين نتجول في غرفه وطرقاته، حاسس ايه؟ طبعا انا يعني المكان من بره ما عرفتوش، لان كان المكان فاضي، فقعدنا ندور لغايه ما لقينا باب مجهول يبدو انه مش مستخدم. طلع ان هو ده الباب الحقيقي وفتحوا لنا، يبدو ان ده متعمد. يعني مشينا في مدق غير معبد لغايه ما وصلنا المكان، يعني وحاجة بتسالني واحنا اتقابلنا عند الباب فوق، طول من البوابه لغايه عند حضرتك انا عندي هذا الاحساس، عندي هذا الاحساس، مزيج من الذاكره البعيده 50 سنة، مزيد من الفخر، مزيد من الاستغراب للمكان وان هو يعني اوريجينال زي ما هو. المركز ده تحت الأرض بعشرات الأمتار، عشان لو العدو ضربنا بأي نوع من القنابل ما يتأثرش، لأن ده بيدير القوات المسلحة كلها. فأنا فاكر يوم أنور السادات جه وأنا عايز أسمع الراديو، كان بقاله 3 ساعات 4 ساعات، فالراديو ما بيوصلش، أنا تحت الأرض. فالإشارة راحوا مركبين له سلك وبتاعه إيريال، فأول حاجة سمعتها كانت وأنا على الربابة بغني. فلحد الوقت ما افتكرها بفتكر اليوم ده. انا على الربابة بغني، مملوك شغل اني اغني واقول تعيش يا مصر يا مصر. في وقت الحرب ما هو الدور الذي تقوم به غرفة عمليات الحرب؟ مكان بيتجمع فيه القيادات المختلفة والأفرع المختلفة للقوات المسلحة لإدارة أعمال القتال من غرفة العمليات.
تحتاج الحرب إلى الحق كي تحتشد الأمة حول جيشها. إننا حاربنا من أجل السلام، حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل، وإلى عقيدة تلهم الروح القتالية لجنوده. ويحتاج الجنود بدورهم فوق كل ذلك إلى علمية تدير عملية التواصل بين القيادة والأفراد. وبكل العلمية المتاحة في ذلك الوقت تمكنت القوات المسلحة عبر غرفة حربها من التواصل والتراسل مع الجبهة لتصدر الأوامر وتتلقى البلاغات. كل هذا دار بعلمية أدهشت العدو الإسرائيلي نفسه. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة، وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة، وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. كيف بدأت عملية اللجوء إلى غرفة العمليات أو الإذن بفتحها أو الأمر بفتحها استعداداً لإدارة الحرب؟ تقريباً كنا أول يوم قبل أول أكتوبر بيومين، طبعاً قالوا لنا هنطلع دسمة برضو عشان التاريخ مركز 10 بكله دي غرفة العمليات الرئيسية، فقالوا هنفتح مركز 10. مركز 10 ده بيتكون من غرفة العمليات دي وبره بقى المحاور، محور المدفعية اللواء الماحي كان قاعد هنا، مدير المخابرات بالغرفة بتاعته ومعاه ضباطه، الإمداد والتأمين، التحركات، القوات الجوية لها محور هنا متصل بحسني مبارك في القيادة بتاعته 22 برافو عليك. الدفاع الجوي نفس الكلام في المركز بتاعه. القوات الجوية هنا متصل بالبحرية في اسكندرية، وبعدين بقى في محور الجيش الثاني حسين طلبة الله يرحمه، جيش الثالث رضوان سعيد، فكل المناطق المركزية المناطق بقى منطقة المركزية القاهرة والجنوبية كلهم حتة واحدة، وبعدين المعلومات، فكان كل المحاور حوالينا هنا حوالين الغرفة الرئيسية. مسمى حضرتك في هذه اللحظه المسمى الوظيفي بقى ايه بالظبط؟ انا بعمل على اسمها خريطه العمل، ضابط خريطه العمل في غرفه العمليات. طبعا الله يرحمه المشير احمد سمين قعدت معاه شهر هنا ما كانش عارف اسمه، كان مسميني الجوكر، تعال يا جوكر وريني ايه راح فين، وانا بقى اصغر ضابط بقى رائد والباقي كلهم اقل حاجه عقيد عميد لواء وانا رائد صغير. كيف كانت تصدر الأوامر أو هو خط سير صدور الأوامر من الغرفة الرئيسة للحرب عشان توصل للجندي على الجبهة؟ القرار يتخذ له يعني النظام إن هيتخذ بعد دراسة. خدت المهمة، أنا القائد حيثك الأعلى الأكبر ديتك المهمة، أول حاجة هتعملها تتفهم المهمة وتدرسها معايا قبل ما تغادر مكتبي، وبعدين تروح لرجالتك هيئة قيادتك مجتمعة هتتكلم معهم تعلن المهمة، رئيس الأركان بتاع المهندسين والمدفعية والكيمياء كله،
وكل يروح بعد التفاهم ويسأله ونتناقش يروح يعمل قراره أو تقريره التخصصي ويجمعه عند رئيس الأركان على خريطة نسميها القرار الأول. بعد كده تعرض على القائد مناقشة إضافية، انتهى، أصبح المستوى بتاع حضرتك خلص، هتجيلي تعرض عليا اللي أنا اديتك المهمة في الأول. أنا مستنيك أنا ورجالتي المناظرين ونعرض ونتناقش، لأن أهم حاجة عند حضرتك حاجتين: إيه اللي فوق إمكانياتك وأنا هوفره لك، وتوقيت تمام الاستعداد، أنت هتكون جاهز للتنفيذ. تتم الاستزاء بهذا الشكل، يوقع الخرائط، أصبح الموضوع ملزم التنفيذ. ناجي وكندي يتمسكوا بالنقط القوية رقم 1 و4 ويعاون بالنيران من الداخل معركة الاستيلاء على النقط القوية رقم 2 و3 التي ستبدأ سنة 1500. حضر يا فندم. السلسلة على مستوى القيادة الدولة هيبقى مختلف شوية، لأن مفيش جهة أعلى من هنا هتصدر الأوامر، هنا الجهة اللي تصدر الأوامر وتتلقى التقارير طبقا لسير الأحداث. في ثغرة حصلت وانتشرت في المكان ده، هنا خد قرار تصفيتها، تدميرها، حصارها حتى لا تنتشر وتدميرها. أصبحت فيه مهمة، المهمة دي هينفذها مين؟ كثيرين. تشكيلات في الميدان هتعدل الأوضاع، تشكيلات جديدة هتروع. كانت مهمتي صعبة جدا، إنه كل طيار يبقى عارف هو رايح يعمل إيه بالظبط، هيطير على أي ارتفاع، التسليح بتاعه إيه، هيضرب مين، العدائيات اللي حوالين الهدف اللي هيضربه إيه، 1 2 3 4. حجيت هنا 19 أكتوبر 1973 19-20، يعني كان ليلة 19-20 كانت الكتيبة بتاعتنا، كانت جزء من اللواء كان موجود في منطقة عتاقة والأدبية، الكتيبة احنا كنا الكتيبة كانت موجودة في الجيش الثالث. ويوم 19 سحبت سرية يعني 120 مقاتل، يعني سرية مدعمة بقيادتي أنا والرجالة اللي معايا ما زلت متذكرهم: مصطفى خيرت رحمه الله، يوسف الإكيابي ملازم أول، ملازم مجدي شوقي، سعيد محمدي، دول كانوا الضباط اللي معايا. تحركنا وخدنا المهمة، وقاد المهمة قاد الكتيبة كان المقدم سمير أوراني، لقني بالمهمة وقال لي: أنت هتروح مركز القيادة، الرئيس هتؤمن مركز القوات المسلحة. أنا طبعا كراجل قائد سرية صغير في كتيبة، كلمة مركز القوات المسلحة ده بالنسبة لي شيء كبير مش في خيالي، وأنا مش متخيل. كل اللي جاب بالي هل الحجم بتاعي القوات ده يقدر يأمن الصورة الخيالية الضخمة اللي أنا مش عارفها عاملة إزاي. هنا محور المدفعية. محور المدفعية والذي كان يترأسه آنذاك اللواء أركان حرب محمد سعيد الماحي، بينما شغل منصب رئيس أركان السلاح اللواء أركان حرب يوسف صبري أبو طالب الذي صار فيما بعد وزيرا للدفاع، القرار الذي كان يتخذ للحرب في الجيشين الثاني والثالث يتخذ من هذا المقر. كيف يصل الخبر أو الإخبارية أو الإفادة عن أعمال القتال على الأرض، كيف تصل من الميدان المعركة إلى غرفة العمليات؟ الرجل المنفذ له قائد سرية، قائد موقع صواريخ، وده له قائد كتيبة الصواريخ أو قائد الكتيبة أو قائد كذا، ثم قائد اللواء، ثم انتهاء بأعلى مستوى قتالي. يعني الحاجات المعلومات دي بتبقى بارالل متوازية، يعني بالتوازي، فبتوصل في ذات الوقت إلى مركز العملية هنا. القناة طبعا غير مرة، والقناة ده الغرب وده الشرق، لوقات المليون الأولان ثم المليون الثاني ثم المليون الثالث، بدأ أوضاع القوات كلها بعد المليون الثالث من 6 لغاية 9 شد حيل
وعايز اداء احسن من الاداء اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله زي ما عملنا واحسن. يعني احنا عملنا معدلات لازم نحافظ عليها. المشير الجمصي او اللواء الجمصي في ذلك الوقت كان هو اللي بيرأس غرفة العمليات، رئيس هيئة العمليات، وبالتالي بيرأس كل غرفة العمليات. الغرفة الرئيسية هنا كان بيقعد في النص سيادة الرئيس السادات، بعدين شماله أحمد إسماعيل، يمينه الفريق الشاذلي، هنا الجمصي رئيس هيئة العمليات اللي هو بيرأس كل المكان ده. الرئيس السادات بدا يكلم الاول، كلم حسني مبارك قائد القوات الجويه، وكلم الفريق ذكري جاهزين يا اولاد. ايوه يا حسني، قائد ذكري قائد البحريه، قائد القوات البحريه، محمد علي فامي الدفاع الجوي. بعد بدا يكلم قوات الجيوش، تمام، وكلم قوات الفرق الخمسه اللي هيعبروا، حسن ابو سعيد، يعني كل الناس كلمهم، تمام الاولاد جاهزين شدوا حيلكم. برضه بتدي ثقه لما يكون قائد فرقه بيلاقي يعني رئيس الجمهوريه قائد قلعه بيكلمه ومن مركز القيادة الرئيسي في نظم اتصالات بتربط هنا بالجبهة. طبعا يعني على طول التحويلة بتديك اديني قائد الجيش الثاني، بيكلم قائد الجيش، اديني قائد الفرقة، بتوصل. أكتر من كده بتبقى صعوبة شوية، لأن اللواءات بيبقى السلك ميداني بيبقى كله صلب فما بتوصلش. وبعدين طبعا لاسلكي صمت، لاسلكي عندنا ما فيش، اللاسلكي ما اتفتحش خالص، لأن هناك قاعد العدو بيتصنط علينا. لو عارف لو ساعات لك نشاط لاسلكي يبقى في مشكله، فكان في حاجه اسمها صمت لاسلكي. عد الساعه 2، اول 2 ما بدات كله فتح الاجهزه اللي فيه، اتصل بقاده الجيوش والافرع الرئيسيه وقاده الفرق الخمسه اللي هيعبروا، تمام، فرق المشاه الخمس، الخمس مشاه الفرق الخمس. فضلنا قاعدين، يعني مش عايز اقول لك، كل شويه عندنا في لفظ الجيش اسمه كما كنت، ارجع كل حاجه زي ما كانت، كنا كل شويه فاكرين ان كما كنت هيطلع. إلا الساعة 2 والشاشة دي اللي كانت الولاد قاعدين، وبعدين لقينا 220 طيارة عبروا قناة السويس، خلاص مش كما كنا، العجلة مشيت ومش هتقف. غرف واحنا ماضيين في الطرقات مكتوب عليها اسماء المحاور التي تمثلها، سواء المظلات او المدفعيه او المخابرات الحربيه او 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 خلافه. من يكون في هذه الغرف ودوره ايه وقت الاستدعاء هنا للغرفه الرئيسه؟ يعني ناخد مثلا وليكن المظلات والمخابرات مثلا، ده محور من المحاور. هيئه القياده العامه للقوات المسلحه، القياده العامه عباره عن هيئات وادارات، في بعض الادارات تتبع القياده العامه مباشره، وبعض الادارات جزء من هيئه، فهتبقى مش ممثلة، هتبقى الهيئة هي اللي ممثلة هنا. لما يتخذ قرار زي مثلا هنطور الهجوم، هيتقال هنا في الغرفة الرئيسية المهمة الصادرة من المستوى الأعلى بتقول إيه، سواء كانت القيادة السياسية أو وزير الدفاع، كل في تخصصه هيشتغل على القرار على هذه المهمة من تخصصه. لو كان إدارة المخابرات هيعرض على الخريطة بتاعته موقف العدو قدام القوات اللي هتطور الهجوم في العمق البعيد وفي العمق القريب وعلى خط الدفاع. هو عنده كمان عناصر مورياه، يعني عناصر الاستطلاع خلف الخطوط، يطلق عليها أحيانا المؤخرة، مقصود مؤخرة العدو، لكن هي عناصر خلف الخطوط. وإحنا كان عندنا عناصر عاملة بانوراما مغطية سيناء بالكامل، كان يقودها اللواء كان حرب علي حفظي، اللي هو أنت شايف العدو من الداخل، كتاب انت تنقل هذا الكتاب المفتوح الى الغرفه دي بتمركزاته وتحركاته وابديتنج، بتحديث يومي باستمرار، سواء كانت قوات بريه او مراكز قياده او ادارات او مطار. احنا عندنا مطار المليز، زميل قاعد فوق مطار المليز 9 شهور، حاجه تخيل 9 شهور دفع استطلاع، استطلاع خلف الخطوط ومعاه 2 رجاله، 9 شهور، لان مطار المليز كان هو المطار الرئيسي للعمليه بالنسبه لاسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، المطار الرئيسي بالنسبة لإسرائيل، تمادى كان يعتبر نمرة 2 دون المطارات الأمامية، المليز على المحور الأوسط وتمادى على محور الجادة، على أول محور جادة، دي المطارات الأمامية. لكن في الخلف كان في راس نصراني في شرم الشيخ،
وفي وراء العريش واللقب. دول المطارات حتى اللي استهدفوا في الضربة الجوية، يعني دول خمس مطارات استهدفوا في الضربة. لما دخلنا في خطة العمليات بتاعتنا واشتركت فيها القوات الجوية، كان من ضمن الأهداف بتاعتها هو إثبات أن إسرائيل رغم أن لها ذراع طويلة لكن ممكن قطع هذه الذراع الطويلة. قائد القوات الجوية في مركز عمليات القوات الجوية، وبالمثل مركز عمليات كل سلاح أو كل فرع من الأفرع الرئيسة. تمام. من الذي يمثل هذه الأسلحة هنا؟ هنا بيبقى في محور قوات الجوية بيختار ليه ضباط يعني أكفاء ذو خبرة ذو علم ذو اطلاع، فبيتحط هنا قائد للمحور قوات الجوية برتبة مناسبة، كان بالوقت بيبقى عميد بيبقى كذا ومعاه معاونين. كان بيتعمل حاجة اسمها الوور جيم، لعبة حرب، بنعمل حرب سيموليشن أو محاكاة لحرب حقيقية بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية. فالمسألة من بعد 67 أنشئ الاستطلاع الجوي اللي هو عين القوات الجوية. يعني أنا أذكر أنه إن إحنا في الاستطلاع الجوي كنا نراقب العدو على خط برليف ونحصي عليه أنفاسه، أنفاسه بمعنى كلمة أنفاسه. أنا كراجل كنت مسؤول عن استجواب الأسرة، أنا استجبت كل الأسرة الطائرين اللي هنا من أيام الاستنزاف يعني، وأذكر الأسماء طبعا، جورا جاكوب روم، ناسيم اشكينازي، أمنون يعقوب جاردي، إسحاق بير إلى آخره. المعلومات دي وإنك تستجوب أسير وتاخد منه معلومة، ده موضوع تاني وقصة تانية وفيلم تاني وفن تاني وإجراءات كثيرة جدا. عندنا حاجة اسمها استطلاع لاسلكي، إن إحنا بنلقط شبكات العدو وعندنا ضباط بيتكلموا عبري بيسمعوا عبري أحسن من اليهود. فلقطنا إشارة من قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى جميع الطيارين، وإشارة مفتوحة في الحرب إحنا بنفتح بالرمز عشان ما تطلقتش، قبل ما تلقطها وتفك الرمز على الكمبيوتر وبتاع تاخد لك ساعتين، فده مفتوحة لأنه مش عايز الوقت يضيع. من قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى جميع الطيارين يحظر اقتراب مسافة 15 كيلو من قناة السويس اللي هي مدى الصواريخ، حائط الصواريخ بتاعنا بتاع الدفاع الجوي، لو دخل هيتضرب. فكله رجع. الجالس في غرفة اتخاذ القرار في غرف عمليات القوات المسلحة أو في غرف الحرب لابد أن يكون عنده كل هذه المعلومات. طبعا الممثل بتاع الاستطلاع قريب ولصيق الصلة بمتخذ القرار، لدرجة أنه يعني أنا كنت صغير يعني نقيب بس يعني ضقرم شوي، فكنت قاعد لازق المكان بتاعي بفتح على حسن مبارك لو في قائد القوات الجوية في ذلك الوقت الله يرحمه، لو في حاجة بفتح واخش اقول يعني، وبالتالي الاستطلاع الجوي هو عين القوات المسلحة. We'll be right back.
مين اللي اصدر الامر بتعليق خريطه خطه جراني؟ اللي هو الفريق سعد الشاذلي، لان سعد الشاذلي مسؤول عن القوافل القتاليه. ادى الامر للواء الجمصي، قال له حطوا بقى الخطه ونبدا فتح السجلات سير الحوادث. وانا حتى يوم الصبح كتبت بسم الله الرحمن الرحيم يوم 6 اكتوبر الساعه 8، وبدينا بقى نتلقى البلاغات. حطينا قرايه الخطه جرانيت. البلاغات بدات تجي لنا ليه؟ لانه كان قبلها بيوم كنا بعتنا حاجات مجموعات اسمها خلف خطوط العدو، بعتنا اولاد من عندنا جوه في متلا والجدي والكلام ده عشان والعدو بيتحرك يبلغونا العدو بيتحرك قد ايه في منطقه المضايق. في منطقه المضايق. فكان اول حاجه كتبتها وصول عناصر خلف خطوط الى منطقه المضايق الساعه 8 ونص كده. اللي هو نصار مدير مخابرات دخل، فؤاد نصار دخل ومعاه ايامي المقدم على حفظي اللي هو بقى لواء دلوقتي، وكان على حفظي مسؤول عن خلف الخطوط. جم هنا ودخلوا واتاكدوا على الخريطه بتاعتي ان خلف الخطوط دي كل واحد في مكان. فالشاذلي كان موجود، قال له يا فؤاد اسرائيل اعلنت التعبئه ولا لسه؟ فقال له يا فندم جولدا مير هتجتمع بالوزاره المصغره الساعه 10 وهيقولوا التعبئه ولا لا. اللي كنا نافذين الى هذا الحد جوه اسرائيل. طبعا طبعا. قعدنا الساعه 10 مستنيين جولدا مير هتعلن التعبئه ولا لا. الجيش الاسرائيلي او اي جيش في العالم قوات العامله قليله والباقي في الاحتياطي في البيت. احنا امريكا او بتاع بيبقى النص. اسرائيل الحجم بتاعها قليل فبيبقى القوات العامله الربع والثلاث ارباع فين؟ في البيت. فكنا عايزين نلحق نهاجم ونعبر ونعمل راس كوبري واللي موجود عندهم ايه؟ الربع. عقبال ما يجوا الثلاث ارباع نكون احنا رستقنا. فكان يهمنا جدا التعبئه هتتم امتى؟ فكان سؤال سعد الشاذلي. حطوا هم الحاجات دي على الخريطه عندي ونزلتها وكتبت. كان اول حاجه اتسجلت في اسمه سجل لسير الحوادث عندي كتبت فوق بسم الله الرحمن الرحيم 6 أكتوبر الساعة 8:15 جاء فؤاد نصار مدير المخابرات وحط نقط القوة اللي موجودة دلوقتي وحطناها على الخريطة. بدينا بقى الاتصالات تاني بقى ونتكلم. كان في توقيتات الحمد لله بنسميها ساعة سين اللي هي هنهاجم امتى، مش كل واحد خدها. الساعة 9 قادة الجيوش كان عنده ظرف، نقول له الساعة 9 تفتح الظرف، فتح الظرف عرف ان الساعة 2 توقيت العبور ده قائد الجيش، فراح مبلغنا تمام أسد واحد عندنا ان هو قائد الجيش عرف توقيت العبور امتى. بعدها بساعة قائد الجيش هيقول لقادة الفرق، كان في 5 فرق هيعبروا، فبدأ قادة الفرق أسد 2 فتحوا الظرف عشان مش كل واحد يعرف تقوم تحصل بركزة العدو يكتشف. حضرتك كنت بتخدم في غرفة عمليات قيادة القوات الجوية. تمام. ما هي علاقة هذه الغرفة ممثلة عن غرف الأسلحة المختلفة أو الأفرع الرئيسية بالغرفة الأم هنا؟ القوات الجوية المحاور المختلفة، كل محور بيشتغل، يعني عنده بيانات من هنا وبيانات من هنا ومقارنة قوات من هنا واستعادة أوضاع مطارات اللي اتضربت هنا، عايزه ايه؟ عايزه خلطه اسفلتيه، عايزه خلطه بلاستيك، عايزه بتاع سدر مش عارف ايه، الحفر اللي احدثتها القنابل. الملاحه الجويه محور الملاحه الجويه بيشوف بيرسم خطوط سير الطائرات رايحه فين وجايه منين وارتفاعات ايه ونقط التلاقي ونقط التقابل. انت تتخيل يعني انه في الضربه الجويه انه بتجمع 220 طياره بيطلعوا من مطارات مختلفه بيخترقوا خط القناه في توقيت واحد. احنا جينا نقفل باب المندب، فكنا بعتنا المدمرات والغواصات على انهم رايحين يعملوا عمره في باكستان. عمره في باكستان. برافو عليك. وفي السكه قالوا لا استنوا في عمان ما يكملوش، مش عارفين ايه. وقبلها بيومين بقى حسب وبتاع رجعوا الساعه تقريبا 10 كانوا معديين باب المندب وداخلين على المكان اللي هيفتحوا منه. بس الساعة حوالي 12 أو حاجة فتحوا الظرف قائد المجموعة
فلا انك انت هتبقى من الساعة 2 مسؤول على قفل باب المندب ضد الملاحة الإسرائيلية. سؤالي فندم، انا بديله خطة، بديله عندي تقدير معين انه هيرجع من عمان في فترة قد كذا لما يمشي بسرعة كذا واحتسابا للظروف كذا، فهيوصل عند باب المندب في التوقيت المعين. نفس الوقت ابلاغ اسد واحد، انا حاسب بالظبط الجيش او الجيش الثاني او الجيوش الرئيسية محتاج كم ساعة عشان يوصل لحالة الجهوزية الكاملة للهجوم، كل دوت محسوب سلفا بالساعات. ده بقول لك بالدقائق، لان الكتيبة تعرف امتى، لان العساكر الكتيبة هيطلعوا يجيبوا القوارب وهينفقوا القوارب، ومتدربين النفخ هياخد قد ايه، 30 دقيقة ولا 35 ولا 40 دقيقة، وبعدين هيشيل القارب يطلع قدام عشان منطقة الاستعداد عشان ينزل بيها المية، كل ده بالسنة. فترتبت بأثر عكسي بطريقة أثر عكسي طبعا. وبرضه عشان يدي كل واحد حق، اللي عمل هذا الكلام كله الفريق شعب السازلي بالتوجيه 41. مشاعر حضرتك ايه وقتها وانت مسؤول عن تامين رئيس الدوله ووزير الدفاع ورئيس الاركان ورئيس هيئه عمليات القتل المسلحه وقاده النصر، هم تحت الارض شغالين وانت فوق منتظر مجهول ما تعرفش هيكون ايه، ولكن مهمتك ان تؤمنهم ومن ثم تؤمن مصر كلها. ازاي حضرتك اتفضلت بالظبط طول السكه واحنا جايين من السويس لغايه هنا مخ بيفكر في هذا المجهول اللي انا ما شفتوش، لما شفته بقت المشكله مش اسهل، اصعب، لان المكان بقى اهو واقع اهو، وبعدين مين اللي موجود هنا، الشخصيات اللي موجوده هنا، عقل القوات المسلحه اللي بيدير الحرب. احنا كنا في السويس حته قد كده، انت هنا في العقل اللي بيدير مساحه مصر، بيدير باب المندب، بيتعاون مع سوريا، لنا سرب طيران موجود في سوريا بنتابع محور المظلات، محور الصقر، المحاور كلها اللي موجوده، اللي الناس منكفئه على خريطة في العمل. فالواحد كان حاسس عنده إحساس بالرهبة، تحول بعد شوية إلى إحساس ثقة المسؤولية، لكن كان بعد كده بقى الواحد رغم ثقة المسؤولية عنده إحساس بالفخر إنه هو جزء من المنظومة، يعني إنه جزء من منظومة، إن هذا هو عقل القوات المسلحة وأنا مسؤول عنه. الحرب قد تحتاج الحماسة والروح المعنوية العالية والبعد العقائدي الذي يشحذ همم البنود، ولكن كل هذا قد يضيع سدى إذا لم تدر الحرب بعلمية. العلم هنا هو حجر الزاوية، وغرفة الحرب هي مثال مكتمل الأركان على تواصل عقل القوات المسلحة مع بقية جسدها بكل علمية وتناغم. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.